عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوتي الجزائريين والجزائريات، أنا مسلم عليكم بزاف بزاف. هذا فيديو خفيف ظريف حبيت نديره لكم، وأنا جامي قلت لواحد بارطاجونا الفيديو، والله حاجة ماشي نحوسوا لها على شهرة لا محزنون، ولكن هذا الكلب، هذا الضب، هذا سعيد بن زديرة، شوفوا هنايا اليوم 27 سبتمبر على 59 دقيقة، قال لك البث المباشر انتهى في الصفحة العامة الجزائر. خلاص عنده صفحة يسموها الجزائر، لا أستطيع البث كذا 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 كذا، لهذا السبب نقلت البث المباشر إلى الصفحة العامة التي اسمها الجزائر. أوكي مش مشكل. هنا دروك كاين بعض الناس يقول لك بالك راك تكذب، راك مكريين أون باج على اسمه ولا والو. لا لا خويا، هاي كليكوا عليه وندخلوا لاباج أوفيسيال تاعو. هاي عنده دو مينوت، هاك تشوف عنده دو مينوت ملي راه حطو، هذه عندها 30 مينوت. هذا نكون فاهمكم باش نروحوا لصفحه الجزائر. هذه هاي الاضرام، هاي المخلوقه هذيك اللي راهي، شوف امل قريه، المطلوب منك الاتصال عاجلا امامك 24 ساعه. يعني هذه المراه هذه راهي ابتز فيها، ومن المفروض انها ترفع عليه قضيه باسكو دخان مش فرخ. معليش احنا هو واش قال، نرجعوا قال لك البث المباشر انتهى في الصفحه العامه الجزائر. مش مشكله سيدي، نروحوا نشوفوا احنا هذه الصفحه العامه الجزائر سيدي، نروحوا نشوفوها. خلاص ها نروح نشوفو، هذه هي الصفحة العامة. ها دخلوا راه ديجا داير في لو 27، ها 27 سبتمبر. بس تشوف فوالا الفيديو هذا، سمعتني 27 سبتمبر على من 8:53 دقيقة. دخلوا للصفحة هنا، هذه الصفحة يسموها الجزائر، فيها صورته، فيها 400,000 مشارك، داير النيميرو التليفون كيما في لاباج تاعو الاخرى. تبعوا باش نوريكم واحد العفسه باش تعرفوا الحقيقه، باش تشوكاو، باش تعرفوا شكون اللي راهو يصب في الجهاز الاستخبارات تاعنا، وتعرفوا شكون اللي راهو يصب في الجيش الشعبي الوطني تاعنا، وشكون اللي راهو يدعي انه هو شريف والاخر. روحوا لهذه ترونسبارونس دو لاباج، كليكي طلعت لك. شوف هنا يا الرب، شوفوا يا رب من راهم يجيروا فيها. رويوميني 6، فرنسا 1، شكون الاخرى؟ بيرسون كي جير سيت باج. تتخيلوا هذا الانسان؟ لكن راح نزيد نشوكيكم اكثر. النهار اللي دار هذا الفيديو في الفنسات، حسمعت واحد الحاجه قال. اسمعوا هنا شكرا، مادام الصوت موجود خلوني نتكلم مباشرة. السلام عليكم من جديد، أو اليوم خلونا نقول لكم شالوم. شالوم يا شالوم، مادام فيها عائلة بنيامين وما زالت القائمة مفتوحة. فهمتوا شكون؟ لما راه الميساج هذه شالوم. شالوم لصاحب تاع الصفحة اللي طالو باش اليوم يبارطاجي نهار لو 27. ها اقرا 27 سبتمبر، ها 27 سبتمبر.